السيد رئيس مجلس الوزراء على تخصيص عدد من الوظائف بتاعت المعلمين لجنوب سيناء، يتم الاعلان عنها على المستوى المحلي على مستوى المحافظه لسد العجز في الاماكن اللي فيها عجز من المدرسين. اعتقد ان شاء الله كده ده شيء كويس، خاصة لأن أنا عارف إن جنوب سيناء فيها أماكن يعني محتاجة معلمين، وخاصة في المناطق اللي بعيدة عن المدن المعقولة اللي الناس موجودة فيها. بشكر معالي الوزير، معالي الوزير اصلا جاي يحضر المؤتمر الافريقي، ما حدش يضيع دقيقه، فكانت المناسبه ان بنفتح مدرسه جديده، فلبى على طول النداء وجه وفتح مدرسه معانا وتجول ورد على اسئله اولياء الامور، ودي احنا بنوجه للشكر الجزيل عليها.